انا كنت وانا داخل البرنامج كنت عارف ان ده تحدي كبير جدا، وعارف انه في راي راسخ هيقول انه انت خربت الاغنيه دي، لا انت ما وفقتش الاغنيه دي، انت الاغنيه دي كان لازم تنقلها بنفس الامانه. فده كان تحدي، يعني انا يا اما كنت هقبل اخش البرنامج واقبل هذا التحدي، يا اما اخاف واتراجع. فانا تحدي، انا قلت ان انا اقبل التحدي ده، لان انا يعني متفهم وجهة النظر دي، ومتفهم لو في كومنتس بتيجي اللي هو واحد يقول الاغنيه دي انت بوظتها، انت ليه دخلتها مع مش عارف ايه. انا في الاخر بجرب، يعني انا مش بعمل يعني مش بعمل كوبي من نفس النسخه القديمه، بأعيد انتاجها كما هي بالضبط. هو انا بجرب من في اغنيه قديمه، بحاول ادمجها مع افكار مختلفه، بحاول اطلع منها فكره جديده، مش شرط تبقى حلوه او وحشه، هي بس مجرد ان احنا يعني نتواصل مع التراث بتاعنا، ونحاول نوصله لشعوب اخرى، ونحاول نتعرف احنا كشعوب عربيه على بعض. ده يعني ما بنجح في ده ببقى اقول الحمد لله ان عرفت ان انا اكون اديت دور ولو صغير في الموضوع ده، بس اوقات ممكن ما وفقش فيه، وده التحدي. هي كانت صعبه طبعا جدا، وانا لي اصدقاء امازيغ في مصر، في سيوه، في بس اعتقد من لهجه اخرى يعني، لكن انا ما اتعلمتش امازيغيه، احب اللهجه بس او اللغه، بس ما احبش او ما اعرفش يعني اكلمها يعني. بس لما رحت لدار رويشه في خنيفره وقابلت ابنه احمد رويشه وعزف قدامي باللوتار الاغنيه كذا مره وصورناها، انا بشتغل يعني بعمل هندسه الصوت بتاعتي بنفسي، فبمسك الحلقات واعمل لها المكساج بتاعها واعمل تيونينج واعمل، فبعيد غصب عني المقاطع دي كتير جدا، يعني عدت الاغنيه اللي هو طريقه الغنى بتاعته يمكن مثلا 50 مره. فيمكن ده خلاني بالاضافه ان انا شفته وهو بيغنيها قدامي، فده خلاني اعرف اغنيها، ولحد اخر لحظه انا ما كنتش متاكد ان انا غنيت صح ولا غلط. يعني للامانه ما كانش في حد بعت له الاغنيه علشان يتاكد ان انا قايلها صح ولا لا، فالحمد لله ان هو يعني ما خليت المساله احساس. هي بس طلعت كده. انا بعد كده على فكره في الاغاني في الريمكس 2 والريمكس 3 اي يعني عندي اغنيه كرديه لازم يكون في حد كردي معايا يسمع الاغنيه بعد التسجيل. العيطه مثلا كان حبيب ابعت له الاغنيه يقول لي لا اسم الحته دي تتقال بالطريقه دي، واقوم عايدها تاني مسجلها وارجع ابعتها له تاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.